السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج الجودو برنامج ممتاز جدا لشرح المسائل الفيزيائية. خلينا نيجي هنا مثلا نحط ترس، تمام، وممكن تعمل ترس تاني هنا بحيث ان هما الاتنين يكونوا يعني كأنهم شغالين مع بعض. الشكل دوت اهوت تبدأ تشغل، مفيش حاجة حصلت. هاجي على دوت وأقول له الأكس هنا خلي فيه موتور، وتقدر تزود السرعة شوية، تقول له شغل، ده هيشتغل، هيشغل دوت وهكذا. تقدر تعمل أكتر من واحد بالشكل دوت. ممكن تعمل واحد مثلا يكون صغير شوية هنا، نعمل ترس بعيد شوية اهوت، واقول له مثلا نوصل ده ازاي، واخلي فيه مثلا حاجة هنا ونشوف هيحصل ايه. ممكن نرسم مثلا شكل كده، خلينا نوقف ديت، نرسم شكل كده وهقول له خد الترس ده هنا. طبعا هيقع من ناحية من النواحي، كل ما الترس يلف يبدأ يحرك فيه. ونقدر نيجي من هنا ونقول له اظهر له مثلا الفورس، فيبدأ يوريني الفورس والفيلوسيتي، وتقدر تقول له وريني الفاليو بتاعتها ويوريني الانجل. كل المعلومات تقدر تشوفها بشكل دقيق للتجربة اللي انت عايز تعملها. طيب ممكن ايه تاني؟ خلينا نرسم مثلا دايرة بالشكل دوت، وهرسم دايرة تانية جواها بالشكل دوت. طيب خلينا نلغي الفورس بالشكل دوت. ممكن تعمل سيلكت بقى على الشكل دوت وتقول له انا عايزك تطرحه لي مثلا بالشكل دوت، تمام. ممكن تيجي مثلا على الشكل دوت وتقول له انا عايزك الشكل دوت تطرحه برضو، او تعمل له قط او انترسكت زي ما انت عايز، وهنخلي ده عشان انه ما يسقطش. هنيجي هنا وهنقول له ان احنا عايزين نخليه ثابت، جلو تو باك جراوند، تمام. طيب وممكن نحط مثلا زي كورة صغيرة كده تسقط، طبعا هتسقط، هتبدأ بقى ايه تمشي هنا تمشي هنا شوية حسب الجاذبية. يعني لو شفت هتلاقي الجاذبية بتأثر عليها وبعد فترة بتقف خالص. ممكن برضو نعمل زي بندول كده، نوقف العملية شوية ونروح قايلين له اعمل لنا حاجة بالشكل دوت، تمام. وفي كورة كده هنا الكرة ديت هروح اعمل سيلكت، اعمل سيلكت على الكرة على الدائرة، وهقول له خلي ديت الماتريال بتاعتها مثلا ممكن نختارها وود مثلا، تمام. وممكن تقول له خلي دي موجودة مع الشكل اللي فات اد، طبعا دي خلاص اتفرجت، دي بقى اللي نختار لها الماتريال بتاعتها. ماشي، هنعمل سيلكت على دي ونلغيها. دي هبدأ أحط لها كده الترس هنا بالشكل دوت، تمام. طيب ممكن بقى أبدأ أخد الإيد ديت أسحبها كده تبدأ تلف، والكرة دي برضو أبدأ أسحبها كده ونقول له بقى ورينا الفورس بتاعها وورينا الفيلوسيتي بتاعتها. يبدأ بقى يوريك الحركة بتاعتها هتبقى عاملة ازاي. ممكن تخلي فيه تأثير لـ Air Friction أو لأ، ده تخفيض صفر بالشكل ده.